في الجهة الشمالية الغربية من كفر بطنة، قمنا باستهداف المسلحين من جبهة النصرة وتم مطاردة فلول المسلحين حتى بداية حزي من الجهة الجنوبية، ووصلنا إلى النهر الفاصل بين كفر بطنة وحزي، ونقوم باستهداف المجموعات المسلحة التي متواجدة في حزي. حاليا قواتنا بتشتغل لتطهير كامل مدينة كفر بطنة، بعدين ان شاء الله بننتقل للعمل على حزي، وبعدين عين درما، هيك بنجي بنوصلنا بجوبر. بعدين المدينة الحمد لله صار تم تحرير بالكامل، بقي شوي شيء بسيط منها، قسم بسيط كثير. من وين اجى الرمي؟ يا وسيم، وسيم دبابات. بدل ابعث لك واحد. صرنا بالبيتي رقم 6، بالبيتي رقم 6 بالمربع 8-6-9-6 عنا، وصلنا عنا رؤوس كفر بطنة صار قدامنا تماما، وهي العقد الرباني بالبيتي رقم 50 أما هي من نسيبي بيسي برمي هناك. ها يلا اذا كنت جاهز على ورا جيب لي 10 شباب من فصيل القيدة، بس خلي الشباب يدلوا محل مقموص معرفة.
فجر بناء يا شباب، انتبهوا هذا البناء قدامكم مشروع. يا ولد رجعوا لورا شوي.